إذن مشاهدي محمد بريس، السلام عليكم في هذه النشرة الإخبارية اللي كنقلوها لكم من خارج الاستوديو، وبلاغ جديد لعمالة المحمدية صبيحة هذا اليوم الاثنين 19 أكتوبر 2020. إذن يقول البلاغ: على ضوء التتبع اليومي والدائم للوضعية الوبائية على صعيد عمالة المحمدية، والذي ما زال يطبعه ارتفاع الحالة الإيجابية المؤكدة وكذا عدد الوفيات المسجلة، خاصة من بين الأشخاص المسنين والذين يعانون من أمراض مزمنة، فقد قرر أعضاء اللجنة الإقليمية في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 19 أكتوبر 2020 تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية. أقول تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية الجاري بها العمل أسبوعين إضافيين، وذلك إلى غاية يوم الاثنين 2 نوفمبر 2020 على الساعة 6 مساء. هذا وإن كافة السلطات العمومية والمصالح الصحية تجدد دعوة كل المواطنين والمواطنات قصد الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة في أماكن التجمعات العمومية ومختلف الفضاءات التجارية، حماية للأشخاص الذين قد يكونون في وضعية صحية حرجة والأكثر عرضة لمضاعفات الوباء في حالة الإصابة. إذن عمالة المحمدية تمدد العمل بالإجراءات الاستثنائية لأسبوعين قادمين، بمعنى أن الأحياء المغلقة ومن بينها الحي اللي كانت تواجدوا فيه اللي هو حي الحرية غادي يبقى مغلق، وأيضا الأحياء الأخرى لا بمدينة المحمدية أو بالشلالات أو بجماعات أخرى. إذن دمتم بخير وإلى اللقاء.